فضلا وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي، أحبك ربي. نعرف أصحاب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات، ونعرف من لا يقرأ ولا يكتب أنعم الله عليهم وصب عليهم من البركات. السر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. جاء أحدهم إلى أحد الصالحين يشتكي ارتفاع الأسعار والأثمان، قال الصالح: والله ما أبالي، والله ما أبالي لو أن حبة الشعير بدينار، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني، علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني، وما خلقت الجن والإنس. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. أي حياة هذا؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته، إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لما تنزل قول الله جل في علاه على النبي صلى الله عليه وسلم: فخلف من بعدهم خلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا، يقول: يا جبريل تضيع أمتي الصلاة، يا جبريل تضيع أمتي الصلاة. قال: يا محمد، يأتي أقوام من أمتك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل، فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات، كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على الفضيلة إن لم يحافظ على الصلوات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ أليست الصلاة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات؟ يكفينا أمرا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر الصلاة عند الله، أما يكفيك أن الله افترضها فوق السماوات؟ أما يكفيك أن تعلم من قدر الصلاة وعظم شأنها عند الله أنها فرضت فوق سبع سماوات؟
أمره بخمسين صلاة، فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات بأجر خمسين، خمس صلوات بأجر خمسين. الصلاة نور، كيف تستطيع أن تسير في الظلمات؟ كثير يتخبطون، كثير يشتكون من الهموم والغموم، علاجهم الانضمام إلى صفوف المصلين. مآسي الشباب في كل مكان، وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن، انضبطوا في صفوف المصلين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت ألما من الحرمان، ولكنها سكرى بحب حياتها الدنيا، وسوف تفيق بعد زمان. متى ستنضم إلى صفوف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون، وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون؟ متى ستستقيم وتعلم أن أعظم أمور الدين بعد توحيد الله المحافظة على الصلوات، والمسارعة إلى المساجد، والمحافظة على تكبيرات الإحرام؟ خمس صلوات، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.